شوف الوحش هذا يمشي قدامك يعني والمارت خلاص خلصوا من البشر قالوا خلينا نوظف جن. ثانك يو مستر ثانك يو. سكنهم. أعزائي المتابعين إلى ما كنتم، تيمبن عبد الله is back. أسأل الله مساكم وصباحكم سلام تيمبن وقتم تيمبن عبد الله من هذا الفيديو الجديد والجميل والرع اللي قاعد أصور الساعة 4 الفجر وأنا مرة مزكم. ليش متيم 4 الفجر صاحي؟ لأن فيديو الأكل الأجانب الماضي صراحة عفس نومي، اشتغلت عليه كان شغل عليه تقريبا 19 ساعة متواصل بالليل. فيا and go go show some love يعني لايك وكذا فوق هذا وتلقون الزبدة. في فيديونا لهذا اليوم قلت أفكر يعني متيم وش أصور، وش للناس تحب الناس تبغى تشوف. ذكرت إن الفيديو اللي كان فيه الأحجام الكبيرة الناس مرة حبته، فقلنا هالمرة بنروح والمارت، وفي والمارت راح أحاول أصور أشياء غريبة أشياء حلوه، الاشياء اللي يعني اللي تحمسني ان اروح اشوفها من فتره لفتره في والمارت، سواء كانت اشياء غريبه او اشياء مثلا يعني قسم الالعاب في اشياء حلوه، الاقسام الثانيه اقسام الاكل راح نشوف شنو في اشياء حلوه. وخلينا نحمسكم شويه كذا مثل اليوتيوبرز، يا جماعه اذا نروح ونصور وصيدونا نصور اعدام ما في، فان شاء الله نروح ونطلع. طبعا هو عادي يعني اذا صادوك تصور بكاميرا بيقولون لك لا تصور، صادوك تصور بجوال ما يكلمونك، يحسبون قاعد تتكلم فيس تايم ولا شيء. فيا خلونا نروح ونصور هناك وان شاء الله راح يعجبكم الفيديو. وفي اشياء هنا تطير ما ادري وش هي. هذا القسم مره احبه انا اللي فيه الاشياء المثلجه، الاكل المثلج ما اكل مثلج. الحلو في القسم هذا ان في عندهم منتجات تكون من عند فرايديز. شلون من عند فرايديز؟ يعني نفس اللي تاكل عند فرايديز اللي هي هذه المنتجات بس مثلجه، بصراحه مره لذيذه. هذه مرة كنت أعشقها من عند فرايديز، يا الله مو مصدق إن جابوها. أوكي هذه لازم أجربها بصراحة، أبغى أحمل فيديوهات. كنت أروح فرايديز عشان أكلها والحين لقيتها هنا. جهزوا حالكم بوتيرو سكينز، بس مشكلة البوتيرو سكينز اللي عندهم هنا هذه فيها بيكن فما تقدر تأكلها يعني. هذا قد جربتها من قبل، أشياء اللي فرايد رايس تأخذ هذا مثل ما هو كذا تحطه في الميكروويف ويطلع عندك لذيذ. طبعا في تشيكن وفي شرمب هو اللي جربته ظاهر انا، او كان على خضار بس ما اذكر. هذا قسم مره احبه، ولكن هذا قسم عاديه يعني احنا جايين نبغى نشوف شيء مره شاطح، خلونا نشطح في سماء والمارت. هذا واحد من الاقسام اللي بصراحه كنت يعني كان ودي اني اسوي فيه فيديوهات. ليش متيم؟ يعني مثلا عندك اول شيء هذا طبعا فيديو راح نسويه ان شاء الله. عندك مثلا هذا عسل حار، عسل فيه فلفل حط على الأكل يعني مرة بطل الحركة. أوكي مثلاً عندك جيف مسوين هذه اللي هي اللي على تشيز كيك، هذه بصراحة مرة شكلها بطل وهم ودي أسوي عليها فيديو. يعني في هرجع أدورها الظاهر هذه إذا ما خاب ظني اللي هي اللي على مو في مينا بارر اللي هو زبدة فول سوداني، هذه زبدة حب شمسي، تخيل إنه هذه موجودة. وهم في واحدة على كازو بس ماني لاقيها هنا. إيه هذه عندك مثلاً على كازو. في اشياء مره كثيره ومره حلوه تقدر تسوي عنها فيديوهات هنا، وانا بصراحه ودي اسوي. في مثلا عندك هذه زبده لوز، مو لوز زبده جوز، وهم في زبده اللوز توي لاقيها. ففي يعني هذا الفيديو بصراحه لو سويته احس انه بيكون بطل. اكتبوا لي تحت بالتعليقات اذا ودكم تشوفون فيديو يكون بهذه الطريقه، يعني على الاشياء اللي ممكن انك تاكلها الصبح او يعني كتصبيره او شيء كذا. وبلا ادنى شك هذا قسمي المفضل في كل سوبر ماركت في العالم. شنو هذا القسم؟ هذا القسم يكون فيه انواع الفلفل، مثلا هذا تشيزي مدري ايش، هذا المفضل انه حار وفيه جبن. ولكن انا ما افضل هذه، انا بالعاده اخذ اللي هي اللي تكون مكيسه كذا، لان هذه تكون فيها خلطات حلوه. تقريبا معظم هذه اللي تشوفونها هنا هذه معظمها انا مجربها من قبل. المفضل عندي صراحه هذا السموكي ابل وير، وفي واحد على هات سراتشا ماني لاقيه، او هذا هو هاني سراتشا، هذا من المفضلين عندي بعد. هذول حلوين بس احب اخلطهم في الاكل، يعني في السناب شات مثلا تتابعني راح تشوف اني استخدمهم مره كثير لما اسوي اكلي وانا ان سيزون. في طبعا دائما تكون عندهم نكهات جديده، دائما تكون عندهم اشياء تقدر تستخدمها في اي شيء تبي. مثلا هذا عندك حق التاكو بوريتو، هذا طبعا القسم يكون مكسيكي اللي فوق هنا كلاسيك بافالو. ففي يعني اشياء مره كثيره تقدر تستخدمها والى طبخات مره كثيره، فهذا القسم انا مره احبه. ولكن ما نبغى نكثر في الاكل، نبغى نروح الاشياء الغريبه، فخلونا نروح. مره احب هذا القسم ولكن دائما اجيه فاضي ما في اشياء كثيره اللي هو قسم المياه المنقهه. ما ادري احس ان اغلب الاشياء اللي عندهم جربتها، ولكن هذه على الستروبري كريم
خلنا ناخذ ويل تشير واحدة تكفي ورخيص بتقريبا 75 سنت. من الأشياء اللي أحبها في والمارت إن الناس هنا مرة فريندلي، يعني حرفيا طلع هذا قسم القهوة كل الشركات اللي ممكن تفكر فيها موجود عندها قهوة هنا، موجود دانكن، ستاربكس موجود، اللي هي دونت شوب موجودة، أي شركة ممكن تفكر فيها راح تلقاها هنا. الموظفين هنا مرة فريندلي مرة حبوبين، يعني قال لي شكلك قاعد تدور شيء مو لاقيه، وانا صحيح انا كنت ادور اللي على فوجي ابل وما كنت لاقيه، وقام قال لي انه موجود ورا وراح يعني تعلق فوق واعطاني منه ثنتين، فشكرا له. قسم القهوه ماني مره معاه، ولكن اكيد راح نسوي فيديو كيرغ ستايل قهوه بعد فتره بسيطه، فتدرون شغل هرشي ما هرشي السيربس والاشياء هذه دائما موجوده. هذا بصراحه كان احد اقسامي المفضله، اكيد اجي اخذ اكل الى الارانب اللي كانوا عندي من هنا، اخذ اللي هو الى الفيرتس الى الجيني بيجز، كنت اخذ من عندهم، الحين اخذ اكل للشنشلا من هنا. بس انه الاكل اللي يستخدمونه للشنشلا هذا ما هو افضل نوعيه صراحه، في نوعيات افضل منه. وهم البيذين داست هذا جربت اخذته من عندهم مره، كان مره سيء الشنشلا، ابدا ما حبه، فاضطريت اني اغيره واخذ له نوعيه افضل من امازون. اذا كان عندك سمك ما سمك والاحواض والعفسه هذه كله موجود هنا، دل نفسك انت، دوس دل نفسك هنا بكرامة. اذا عندك كلب تبغى تلبسه على شكل تاكو موجود جنب اكل الكلب، ومباشرة يعني انت لما تخلص من الكلب اللي عندك مباشرة يجي قسم الكتب، وبعد قسم الكتب يجي قسم الميوزك والفيديو جيمز. ما ادري يعني ايش الرابط العجيب بين هذه الاشياء مع بعض، بس انها موجودة. وفيديو جيمز صراحة ما في شيء يستهويني الفترة الحالية اني اشتري، فخروح القسم اللي بعده. من الاشياء الحلوة في والمارت اذا حصلت الفانكو هيدز هذه تلقاها بسعر مرة رخيص، يعني تقريبا سعرها هنا تقريبا $10، بينما لو تروح محلات ثانية راح تلقاها بسعر مرة أغلى. شوف عندهم حصريات، يعني هذه ما تلقاها في والمارت، وهذه هم مالت ستار وارز ما تلقاها إلا في والمارت. هذا هذا الوحش اللي في ديستني، أوكي صراحة مرة حبيتها أباخذها، واو أوكي واو والله مرة 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 حلوة، واو اوكي ابي هذه، انا ما باخذ واحده ثانيه صراحه. بومبا هذه بومبا بعد حلوه، بس ما ادري ما ودي اشتريها صراحه. خل نروح نشوف القسم اللي بعده. طبعا هنا قسم الالكترونيات كامل، كمبيوترات وماكينه، يا رجل لدرجه تخيلوا انهم يبيعون بي سي، يعني جيمنج بي سيز هنا. بس انه يعني يوم جيت شفت المواصفات صراحه كانت ما هي افضل المواصفات. اخذت من عندهم كيبورد اللي هو هذا تقريبا، اخذته نفسه كانوا يسوون عليه خصم قبل يومين واخذته. الماوسز عندهم هنا كورسير، كم هذه هي اللي بيها ولا واحدة؟ لا ما هي، بس اوكي في عندهم كورسير هنا. هذا شكله مرة بطل، ودي اخذه صراحة بس ما ودي الحين. يعني من اغرب الاشياء اساسا انك تجي هنا تشوف الوحش هذا يمشي قدامك، يعني والمارت خلصوا من البشر، قالوا خلينا نوظف جن. ثانك يو مساكنهم. دي واحدة من الاشياء اللي جدا ابي اشتريها، هذه 3 في 1 قدر ضغط ومقلى هواء وروستر اللي هو اللي يحمر ما يحمر، فودي من ماركه نينجا. واحده من الاشياء اللي من جد ابي اشتريها، وابي اسوي عنها فيديوهات، وابي اطبخ فيها يعني بستخدمها بشكل عام، لان للناس اللي اون سيزون هذه اول شيء حجمها مره كبير فقدر تطبخ فيها كثير. بنفس الوقت تسوون عليها خصم قيمه $199 بينما سعرها الاصلي $280. اتوقع انه مع موسم الاعياد يعني خلال الشهر الجاي راح ينزل سعرها، واحتمال اني اخذها. يعني قسم فليكس تيب، يعني اتوقع هذا القسم يمكن اشهر قسم. That's a lot of damage. هذه قسم الحين السيارات، طبعا هناك في قسم الصبغ والاشياء هذه، هنا قسم السيارات، تعديل سيارات ما تعديل. في حركه حلوه انه مثلا انا ما ادري شنو نور السياره اللي عندي، اوكي فتجي هنا تضغط على هذه وتشغلها. فشلتنا ما تشتغل، زبده انا في المفروض انها تشتغل. اشتغلت اوكي، فتجي تختار اول شيء موديل السياره، خلينا نقول من 2000، اختار 2008 موديل سيارتي، تالي حرف تي تويوتا لانها تويورا، شنو السياره كامري هايبريد تيل ستوب بريك، تختار شنو تبي الانوار اللي تبيها. مثلا خلينا نقول ان انا عندي تيل اللي هي الانوار الخلفيه خربانه، تضغط عليها هنا، اضغط يلا عاد فشلنا. اشتغل اوكي، ما بيشتغل، تبدا انه بيطلع لك شنو رقمها وتجي انت بعدين تاخذها من هنا، which is مره نايس، ما يحتاج تنتظر احد وتسال احد ولا شيء، تقدر تسوي كل شيء تبي من عندك، سماعات سيستم والعفسه هذه كله موجود. هذه من الاشياء الحلوه اللي شفتها اول، دائما اشوفها هنا، بس قبل فتره شفتها انتشرت في السعوديه يعني كاعلانات فقط، اللي هو هذا
تحطه في داخل كفر السيارة، فلما كفر السيارة يصيبه بنشر أو شيء لا سمح الله، تقوم هذا السائل اللي أساساً داخل الكفر يطلع وينشف، فيصلح لك البنشر وأنت واقف محلك أو أنت تمشي بدون ما تضطر أنك توقف وبدون ما تضطر أنك تفك الكفر. هذا شيء مرة كويس بصراحة، ودي الكل صوره، ودي الكل إذا يقدر يلقاه يستخدمه، لأن مشاكل اللي قاعدة تصير والناس اللي توقف على الطريق كثيرة. هذا واحد من المنتجات اللي إن شاء الله راح يفيدكم، وخلونا نمشي ونروح لبعده. قسم هذا ودي اصوره بصراحة، ما راح اصوره لان الفيديو راح يصير ديمونتايز، هذه الاشياء اللي تقول طخطخ ويا هي تنباع هنا. هذا القسم اتوقع تذكرونه، اللي اخذنا منه النبالات، نباطات، هذه الاشياء. هم عندهم يبيعون صجم في جحاد، يجي محاد، مرة حلو لل ما ابغى اقول اسمها عشان لا يصير الفيديو ديمونتايز، لان الفترة هذه يوتيوب جدا 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 صايرين صارمين في هالموضوع بالذات حق السكاكين، مرة حلو. هذا القسم يبيع خيوط حق سنارات صيد، هنا عندك أنواع مرة كثيرة، إذا كنت تحب الصيد فهذا القسم راح تحبه. سبورتس سانجلاسز، نظارات رياضية حلوة، نتس الشبكس، هنا كلها الأشياء حق الصيد بشكل عام. الناس اللي تحب الصيد راح تحب القسم هذا. أنا بحكم إني من الشرقية وبحكم إنه يعني من طفولتنا وإحنا نصيد سمك، فيا عارف إيش الموضوع هذا. في إذا كان عندك أطفال تبي تعلمهم على الصيد، هذه سنارات حقيقية ولكنها حق أطفال، توي ستوريز، موانا، فروزن، أي شيء كارت، تعلم طفلك على الصيد وعن يكبر ويصير يستخدم السنارات الكبيرة هذه. هنا عندك هذا الطعم، أوكي بوريكم شيء. طيب هذا الطعم طبعا ما هو حقيقي، أوه هذا حقيقي، شوفوا سمك، سمك حقيقي هذا، مخلينا الطعم فيز اللي هو زي الدود الرابر اللي يجي، هذه كلها طعم حق صيد. أبوريكم شيء الحين راح تستغربون منه، هنا في والمارت إن شاء الله ألقى، إن شاء الله ألقى، إن شاء الله ألقى، لأنه لقيته صراحة بيكون ثمنيل مرة بطل، شيء موجود بالثلاجة حقت طعم الصيد، خلنا نروح ونشوفه. أوه لقينا، موجود موجود موجود، أوكي هذا هو، هذا مثل ما تشوفون هذا دود حي ينباع هنا، حرفيا دود حي ينباع هنا تأخذه عشان صيد سمك. خلنا نفتح علبة ونوريكم، أوكي مثل ما تشوفون هذا دود حي، شوفوا هذا دود حي. ظهرنا عيالهم تخرجوا مع باقي السياكل خلصوا، ولا هنا بالعادة فوق السياكل فل. أوه هذه حلوة، هذه مرة حلوة، ناس كذا عنده بنات سندريلا وكذا تطلع بيوتيفول. هنا طبعا قسم السيارات الرموت والأشياء هذه، هذا يعني لو تجيبني هنا في طفولتي أنا احتمال ما أتحرك، والله ما أتحرك، يعني هذه كلها اللي تشوفوها كلها هذه مثلا برموت ترايمي مكتوب، أوكي أم ترايني يو دونت ورك، ما كبة. هنا معدات سياكل، ما سياكل، تخيلوا أن والمارت عندهم تقريبا قسم كامل، قسم كامل للتركيبات هذه. يا رجل شوفوا عددها، البازلز، شوفوا عدد البازلز ما هو طبيعي. إذا كنت تعشق شيء اسمه بازلز فهذا مكان مناسب لك. طبعا فيه هذول كلهم 300 و500، بس أتذكر أني لقيت 2000 حبة في والمارت، ماني لاقيها الحين وينها، بس إنها موجودة. أو في هذا 1000، طيب وهذا هنا 2000 حبة، فإذا كنت تحب البازلز أنت في المكان المناسب حرفيا. وجز نايس يعني صراحة مرة حلو، بس أنا ما أصبر يعني، ما في أمل أصبر ركب بازل. هذه حبيتها، واو هذه مرة مرة حبيتها. قسم الألعاب، ما ألعاب، ياتسي، دومينوز بشكل عام، بلاين كاردز، ذا كاردز، والألعاب اللي هي هذه اللي هي البورد شو اسمها، بورد جيمز ريسك، هذه دائما كنت أشوفها ولا مرة لعبتها في حياتي. هذه تيكت تو رايد، هذه ذكرني شريتها بس إلى الآن ما فتحتها ولا استخدمتها، ما أعرف حتى شلون يلعبونها يعني. شفت لها كم فيديو صراحة ما تحمست. جومانجي، يعني هذا عندك جومانجي، أوكي واو أوكي، والله شكلها مرة مرة حلو. في منابولي أو منابولي شفتها هنا أبدورها، اتجنن يا أخي، إذا لقيتها بوريكم إياها. هنا منابولي لقيت أكثر من نسخة وكلهم حلوين، بحاول أوريكم إياهم إذا لقيتهم. هنا عندك قسم النيرف، ما نيرف والعفسة هذه، هنا هم قسم النيرف والأشياء هذه، هنا قسم الهات ويلز، الناس اللي تحب الهات ويلز، هذه الهات ويلز هذه حبيتها مرة، دايما كنت أشوفها يعني، اللي هي تحط عليها كاميرا الجو برو وتمشيها على التراك تعطيك فيديوهات مرة حلوة، فهذه حلوة صراحة يعني. لو كنت مثلا أنا من عشاق الهات ويلز وألعب الهات ويلز كثير كنت راح أخذ هذه أكيد. عندك هنا ليجو، ما ليجو والأشياء هذه، هذه حبيتها، هذه مرة حبيتها صراحة، بس أبغى أشوف شكلها شلون
كان ليجو يعني. أوه واو. أوه فهمت هذه. هذه عندكم إنه شكلها عادي هالكذا، بس لما تستخدم تطبيق الجوال تبدأ هنا تشوف أشباح فيها تطلع. واو أوكي أوكي صراحة نايس. هذه ظهر ما ترانسفورمر هذه ولا ترانسفورم ما أدري عنها. أوه هذه نينجا صورتها بسناب يوم نروح ليجو لاند كانت موجودة. هذه حلوة. ستار وارز ما هو شيء يهمني. أوه ماينكرافت 9 years old. هاري بوتر نايس نايس. هذه حلوة مرة هاري بوتر ثنتين بعد، بس هذه أحلى. هذه مرة أحلى بالنسبة لي. وهم عندهم هذه قاعد أدور المنابولي يا أخي. المنابولي ما لقيتها. بديت أعصب أنا يا جماعة. حقين فورتنايت قسم خاص أغراضكم. كل شيء كل شيء حق. أنا ما لعبت فورتنايت فما أعرفها كويس، ولكن الناس اللي تشتري سكينز ما سكينز طبعا هذا مرة من السكينز المشهورة. هذا مرة حبيته أنا صراحة. جميل يا أخي حبيته جدا. ودي أشتري كذا علقة عندي في المكتب. حلو لأنه يشبه طمطوم. الناس اللي عاشت طفولتي في التسعينات راح تعرف بين الطمطوم. حرفيا راح تعرف بين الطمطوم. خلص من فورتنايت تجي هنا إلى روبلوكس ماينكرافت على طول يا رجل. هنا هذا المكان ودي أسوي لك تغطية بروح. هذا المكان كامل داخل هنا. في الصيف يكون مع الحديقة، الربيع والصيف يكون تجهيزات الحدائق وكذا. الحين مخلين تجهيزات لكريسمس. مكان مرة حلو مرة رايق. خلاص من قسم الألعاب الحين تجي إلى قسم الأشياء المنزلية. في عندهم كذر. أوه أما تمزح على ووتر ميلون. لا 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 على جه دقيقة. أوه يا حفور شرب أخذها. هذه مرة أحبها الريحة أنا. وفي ريحة ثانية يمها هم مرة أحبها، لكن بالعادة كنت أخذها من باثن بيان ما أدري شو اسمها، اللي هي هذه فريش كاتن. هذه ريحة تجنن خرافية. هذه ريحتها ريحة الثياب أول ما تطلعها من الغسالة. يا الله ريحتها هذه. هذه تشغلها في البيت عندك كذا، تغلق كم واحدة وتطلع ريحة نار. طبعا في قسم مش كامل. أو هذه مشت. خروح أكمل بس. هذا حلو بدل ما الناس كل شوي تسألك كم رقم الواي فاي عندكم، كم رقم الواي فاي عندكم، تحط لهم هنا تكتب رقم الواي فاي خلاص. وهذه حلوة. هذه مرة 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 حبيتها. واو أوكي. هذه الناس اللي هنا في أمريكا طبعا الكوينز واجد يعطونك لما تشتري مثلا بقالك سنت يعطونك سنت. فهنا هذه تعبيها سنتات تعبيها لين فوق هنا. صراحة يطلع شكلها يجنن. ومكتوب I need a vacation vacation fund اللي هو أنا أحتاج إجازة إنه أبغى أسافر وهالكذا. وهنا هذا قاعد أجمع عشان نبسافر. هذه مرة مرة حلوة يا رجل. حتى زوالي صاروا يبيعون. إيش بقى والمارس ما يبيع. بس طبعا زوال هذا مرة سيء يعني. تستخدمها أسبوعين تغير لونها على طول. أساس أسبوعين يتغير لونها قبل حتى لا تستخدمها. واحد من الأشياء الحلوة مرة الفترة هذه إن إحنا في فترة الهالوين. فترة الهالوين والمارت يكون عندهم قسم كامل كبير جدا عن الهالوين. إذا تبغون نروح محل متخصص بالهالوين اللي هو يكون فيه تركيز أكثر من والمارت، يكون فيه أشياء تخوف مرة كثير، لبس يخوف والأشياء هذه، 20,000 لايك وراح نروح محل يكون مرة جميل ورايق للهالوين. بس نبغى 20,000 لايك عشان نتأكد إن أنكم جد تبغون نروح. هذا حلو. هذا يعطيك هنا يقول لك يعطيك العدة كاملة، يقول لك ما راح تحتاج أي شيء زيادة عشان إنك تسوي الميك اب. هذا هنا نفس الشيء في أكثر من واحد. هذا أكثر واحد حبيته صراحة. هذا حلو. وهم هذا بعد حلو. هذه انتشرت مرة كيف إنك تسوي الميك اب هذا، فهذا بعد مرة حلو. هذه الماسكس هنا أو الأقنعة. هذا كريبي جدا والله. هذا مرة كريبي. هذا حلو. هذا إذا ما خاب ظني تلبسه على وجهك وانت تتكلم. طيب وانت تتكلم هو هذا يتحرك، فهذا مرة حلو. هنا طبعا يجيك اللبس العادي حق أطفال ما أطفال، سوبر هيروز ما سوبر هيروز، الأشياء هذه. توقعون إن شنو راح ألبس في الهالوين هذا؟ لأني أنا ما أدري للحين يعني. فاكتبون لنا تحت، اكتبون لنا تحت التعليقات شنو تبغوني ألبس في الهالوين. وإن شاء الله لأول مرة في الحياة أسويها. هنا طبعا الوان ما الوان الاشياء هذه، بس ان تكون مره رخيصه 79 سنت دولار شيء كذا. فهم مسوينها في السعر عشان يبغون الناس تقدر تشتريها، which is beautiful. هذا كان قسم الكاستومز او الازياء. هذا قسم الديكوريشن. هذه اكياس حق الاطفال اللي يطلعون تريك اور تريتينج نفس القرقيعان عندنا، يدورون بين البيوت يعطونهم حلاوه. وهذا عندك اللمبات في انواع مره كثيره وحلوه من اللمبات صراحه حق الهالوين. هذه حلوه البلاك لايت. هذه التماتيك العادية اللي دائما نشوفها. وعندك فوق هنا الأشياء هذه شنو هذ كلها لمبات باك لايت والأشياء هذه. هنا يجيك الديكوريشن.
هذه جدا حبيتها يعني. نايس. هذا دخلت عابدين. واو اوكي مره حبيتها. $8 سعرها شويه غالي صراحه. هذه الساحره حلوه. الكشاء هذا اللي فوق هنا ما ادري في زوم ولا لا. ديكوريشن العادي اللطيف عندك هنا اللي هو البامكن ما بامكنز. هنا شيء على شويه تخوف. هذه مره حلوه. خلص من قسم الديكوريشن يجيك هنا قسم الحلاوه حقت الهالوين للناس اللي توزعها. طبعا هي اللي يسمونها فان سايز او شيء كذا اللي تكون حبات صغيره فتاخذ واحد تعطيك الطفل حبه منه. حفلات ما حفلات والاشياء هذه في الهالوين تقدر انك تجهز لها من هنا بارخص سعر ممكن. نايس. عشان كذا يعني اتمنى انكم تعذروني لما تشوفوني في سناب شات اقول لكم والله الساعه 4 الفجر بروح اتمشى في والمارت. عشان تعرفوني كثر انا انبسط واحب اني اتمشى في هذا المكان. يعني اتمنى ان هذه التجربه تكون يعني وصلت لكم لجزء بسيط من التجربة اللي توصل لي. انه المحل فيه اشياء مره كثيره اشياء مره حلوه في بعضها شاطحه بعضها كذا. فاحب اجي اتمشى هنا يعني ساعات ما اشتري مثلا اشتري لي من الزبادي او شيء بسيط كذا ولكني احب اني اتمشى. وزي ذكرت اني اشتري لانه ما عندي ماي بالبيت. فخلونا الحين اتوقع باقي قسم بسيط وكلنا خلصنا يعني خلصنا تقريبا كل شيء مو كل شيء يعني ما خلصنا حتى 3% من المحل ولكن وركب الاشياء اللي الحلوه يعني الفتره هذه. خلونا نروح نكمل. هذا القسم اللي احبه اكثر من الهالوين اللي هو قسم الخريف. انا من عشاق فصل الخريف. راح احاول اصور لكم الفتره الجايه فيديوهات عن الخريف كثر ما اقدر سواء داخل الاستديو او برا. الخريف عشق. راح نصور قسمين زياده ونختم القسم هذا قسم الكيك الديكوريشن حق الكيك بشكل عام. الناس اللي تحب تسوي كيك الاشياء هذه هذا القسم. هذا اللي هو عجينه السكر اللي تستخدمها عشان تسوي بها الكيك وكذا بصراحه مره حلوه. هنا عندك الصواني ما صواني والاشياء اللي تستخدم فيها الكيك. هنا عندك الحلاوه والقموع والاشياء هذه تستخدمها في الكيك. واو اوكي القسم هذا مره رايق. هنا البنياره. هذا البنياره هذه شيء من الكالتشر المكسيكي تحط فيها حلاوه تضربها بمضرب بيسبول لين تطيح الحلاوه. الطفل طبعا يضربها اللي هو العيد ميلاده يكون مغطى عيونه يضربها. نايس. تجهيزات البيرثدايز او اعياد الميلاد. حلاوه اللي تحطها على الكيك تجهز فيه. هذا اللي داخل تحطها داخل البنياره داخل. نروح نشوف اخر قسم عندنا اليوم. اذا كنت من الناس اللي يحبون يرسمون فهذا القسم راح يكون المفضل لك. عندك هنا الالوان هذه مالت الرسم على الوجه. هذه كلها القسم هذا مال الرسم على الوجه. هذا كله قسم الالوان الشمعيه الاطفال ما اطفال وكذا. تجي قدام هنا تلقى قسم الحرف اليدويه بس ان هذا القسم الصغير متاكد مليون بالميه ان في قسم اضخم منه هنا موجود. هنا هم هذا حرف اليدويه بس حق الاطفال او هذا الصمغ اللي يصير تعصره هالكذا اللي هو اللي تحطه على الصمغ العادي اللي هو تسوي بالسلايم ما سلايم والأشياء هذه. فهذا موجود هنا هم. ولأني أحبكم ما خلصنا قسم الحرف اليدوية والرسم ما زلنا نمشي فيه. هذا قسم الأكريليك والألوان الزيتية والأشياء هذه. هنا هذه الأشياء صناديق ما صناديق اللي تلونها وترسمها وتضبط فيها. أوكي يا هذه ترسم عليها بعد ما تخلص الحرف اليدوية حقك تغلفها عشان تبيعها. هم هذه الوان اكريليك رجعنا لها من جديد ورجعنا لها يعني قسم ثاني من الوان الاكريليك. فالقسم نايس. ودي اغطي لكم اكثر على المارت. اكتبوا لنا تحت التعليقات واعطونا ملايين اللايكات اذا تبغون نسوي اكثر لان في اقسام مره كثيره مثل ما تشوفوا في والمارت احنا ما غطيناها وما راح نقدر نغطيها ولا في 10 فيديوهات. والمارت مره كبير. اتمنى يكون فيديو اليوم اعجبكم احبتي. لا تنسون اللايك سبسكرايب وشير وش اخبار مثل ما هو مكتوب هنا على المليون. كان معكم تيم بن عبد الله وان شاء الله تكون التغطيه هذه عجبتكم. التغطيه تكون حلوه. حاولت اني اتعمق بتفاصيل قد ما اقدر ولكن يعني مثل ما تشوفوا انه المحل كبير وما ابغى اخلي الفيديو ساعه ونص. فيح كان معكم تيم بن عبد الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما نختم راح اوريكم شيء. طبعا في ناس تجي وتترك العربه حقتها ما تدفع قيمتها او تجي تتركها وتمشي خلاص ما تشتريها. فهم ممنوع انهم يرجعون هذه الاشياء على الرف. فايش يسوون؟ يجيبون العربات هذه ويصفونها كلها هنا. ما ادري ليش بس انه دائما يسوونها.